حلقة جديدة من إيميل مي بلشت هلأ. مثل العادة في عندي كمية رائعة من الإيميلز والرسائل تقريهم لألكن ومنكن، وكمان في عنا الصور يلي أنتوا بعتولنا يهوني أصحابي تنشوفكم كيف عم تكبروا وتتغيروا وتتحلوا. فإذا أنا كتير كتير محمسة نبلش حلقة جديدة، خليكن معنا تنبلش أول فقرة. فقرة الإيميلز رح تبلش هلأ. نبتدي حلقتنا بأول رسالة وصلت لسات 7 كيدز وبتقول: أنا بحب سات 7 كيدز كتير وبتابعكم دايما دايما، الله يبارككم ويبارك كل جهودكم. نريد أن نشكركم كثيرا على جهودكم ومحبتكم، وسنصلي من أجلكم ونرجو أن تصلوا من أجلنا أيضا. أكيد أكيد نحن دايما نذكر أصدقائنا بصلواتنا بكل البرامج. إذا بتلاحظوا هيك مرات بناخد فترة تنصلي لكم كتير منفرح، بس بعتولنا طلبة صلاة وأنا شخصيا كمان مستعدة هلأ أكون عم صلي معكم بحالة وقت فيكم تبعتوا طلبة صلاة ومنصلي أنا وياكم. عنا رسالة وصلت لأروع صديق وبتقول: نيومي الله يباركك أنت وكارل وسارة، برنامجكم مبارك، يرجى الاستمرار، يسوع أعظم صديق. شو حلوين كلماتك بهيدا الرسالة صديقتنا أو صديقنا، شكرا كثير لمحبتكم ومتابعتكم الدائمة لأروع صديق. كمان رسالة وصلت لأروع صديق وبتقول: رب يسوع يحميكم، حظ سعيد، تحية من فلسطين. وتحية كثير كبيرة لكل أصحابنا الحلوين بفلسطين، احنا كثير كثير منحبكم. وصلت رسالة لمدرستي وبتقول: مدرستي شيق للغاية وبفهم وبتعلم كل المعلومات يلي بتقدموها، وأكثر شيء بتعلم منه هو برنامج مدرستي، وأحب اللغة الإنجليزية كثيرا في برنامج مدرستي، وأتمنى لكم الأفضل. برافو برافو، دايما تابعوا كل الفقرات وفيكم ترجعوا تحضرون على اليوتيوب أو على الفيسبوك الصفحة الخاصة بمدرستي. كمان رسالة لمدرسة من الجزائر وبتقول: شكرا لطريقتكم في التدريس وعلى كل ما تبذلونه من جهود. شكرا لكم لكل أصحابنا بالجزائر، وكتير كتير بفرحنا أنه عم تستفيدوا من البرامج اللي عم نقدمها، ويمكن هذا الشيء بيساعدكم كمان بالمدرسة، بيخليكم تعملوا مجهود حلو. لقصة وحزورة وصلت رسالة بتقول: نحن منحبكم كتير ونتعلم كتير من الأشياء الجديدة من برنامجكم. أنا سعيد جدا بمشاهدة برنامجكم، وهيدي أول مرة بكتب فيها لبرنامج تلفزيوني. بارك الله فيكم، أنا كتير بشجعك، كتير فرحانة فيك إنه هي أول مرة بتكتب لنا، وبشجعك دايما تتواصل معنا هيك تخبرنا أكتر عن حالك، عن هواياتك، عن إخواتك كمان، وهيك بتصير صديق حقيقي لإلنا في كل برامجنا. رسالة وصلت لعائلة يسوع بتقول: أنا إسماعيل من المغرب وعمري 23 سنة. واو، هاي إسماعيل. أنا بشاهد برنامجكم وبتعجبني الأغاني، وعلى الرغم من ذلك يجب أن أتواصل معكم لمعرفة المزيد عن يسوع. واو يا إسماعيل، أنا كتير كتير فرحت برسالتك. ما في عمر تحت اللي نتابع سات 7 كيدز، بالعكس بكل أعمار فينا نتعلم ونستفيد ونعرف أكثر عن يسوع، وخصوصا إذا أنت عم تتعرف على يسوع جديد. أنا كتير بنصحك تتابع تحضر برامج الأطفال يلي بتعلمك عن يسوع بطريقة كتير حلوة ومبسطة، وهيك بتعرفوا أكثر. خلونا هلأ نروح نحتفل بأعياد ميلادكم ومنرجع منكمل الرسائل. بيرثدي لأصدقائنا أنتوني وسيم جابرييل من لندن وإلياس ريتشارد رفيدي من فلسطين. هابي بيرثدي كمان لأصدقائنا من مصر: جيسي وجدي شكر الله، كراس عزت مكرم عياد، جويس جرجس عصمت، أوليفر مينا متري، رامز مينا طلعت.
ناتالي ثروت فكري تانيوس، أندرو شريف وجدي، مارلي مايكل جورج، يوانا جرجس فاروق، كندي أنطون حليم، ألفريد أسامة إميل، أنجلينا ماجد فتحي، بيشوي قاهر كامل، ناتالي ثروت، جاك سموئيل ميلاد، وآن مايكل موريس. رح نتابع فقرة الرسائل، ووصلت رسالة لإيميلي بتقول: مرحبا، اسمي إليس شجا، أنا من شمال لبنان، عمري 4 سنين وبحب برنامجكم وخاصة مريم. ثانك يو يا إليس، وأنا كتير 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 بحبي كمان. وبتقلنا إنه عندها أخت وحدة اسمها كريستيا. أنا بسلم عليكم إليس وكريستيا، كتير انبسطت تعرفت عليكم، بدي تبعتولي صوركم وخبار هيك عنكم تعرفكم أكتر. عنا بعد رسالة لإيميل بتقول: مرحبا مريان، ابني بحبك كتير وهو عمره 4 سنين. هاي حبيبي. بتقول إنه بحب يسمعك لما تقولي أرسل لي رسالة إلكترونية، فإذا يلا بعت لي إيميل. قال: حتى لو ما فهم الكلمة فهو لا يسمح لنا بتغيير القناة حتى يتم الانتهاء من البرنامج. بارك الله فيكي، أنا كتير كتير حبيتك، وبعد بدي أعرف اسمك كمان تقوله، وأبعت لك بوسة كبيرة، وبديك تبعت لي إيميل. أوكي؟ مواه. آخر رسالة رح أقريها اليوم كمان لإيميل مي، وبتقول: مرحبا مريان، هاي، بنتي بتحب جميع برامج الأطفال على سات 7، وخاصة أروى صديق، وجميع الأغاني المعروضة على التلفزيون برنامج روبرت. شكرا جزيلا على جهودكم العظيمة وحبكم وتضحياتكم. عن جد رسائل رائعة كتير، أنا كتير بفرح بس أقريها، وكتير هيك بتشجعني ضل عم نقدم البرامج الحلوة بـ سات 7 كيدز. وهلأ رح نروح نحضر فقرة الصور بإمامي. أول صورة عنا إياها اليوم من كراس أسامة أيوب. ليكو شو مهضوم لابس، يمكن زي عربي وحاطت القبعة على راسه، مبين كتير كتير مهضوم. نكست لتويا ريمو إسحاق، بنت كتير حلوة، شقرة وعيونها ملونين، وعندها ابتسامة رائعة، ومزينة صورتها بالفراشات الحلوة. صورة من كيفن سامح موسى من مصر، وهو راسم هيك فيس بينتينج على وجهه، يمكن عامل أسد أو بسينة، ومبين كتير مهضوم. واو، أنطوني وسيم جبرايل، شو حلوة هالصورة، هو بمكان رائع كله خضار، بتمنى أنا أكون عم بلعب بهذا المكان، وحاطط عوينات شمس ولابس تياب حلوين وبابيون. أنا بوجه لك تحية يا أنطوني المهضوم. صورة من رامز مينا طلعت، وهو عم يلعب هو وسنفور، وفرحان قوي قوي قوي، كتير حلوة صورتك يا رامز. معنا كمان صورة من جويس جرجس عصمت، وهي عم تحتفل بعيد ميلادها، وهيك مجدلة شعراتها بطريقة كتير حلوة. Thank you جويس على صورتك. صورة من كراس عبد السيد، وكراس حقته حدا فاجئه وصوروا الصورة، ومبين هيك متفاجئ بالصورة، بس كتير 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 مهضوم. تحية لك يا كراس. صورة من فادي عبد السيد، لابس البيجاما ومدفى منيح، كتير مهضوم انت يا فادي. بعتولنا هيك اكتر ايميلز وخبرونا اكتر عن فادي وقديه عمره. اخر صورة معنا اياها اليوم من كيرلس عبد السيد، هو خيو لفادي، كمان بفصل الشتاء، لابس المعطف والقبعة. شكرا كتير على رسالتك. مثل العادة انا كتير استمتعت بصوركم الحلوة، وناطر دايما بكل حلقة تبعتولي صور جديدة تشوفكم واعرفكم اكتر واكتر. بحبكم كتير، باي.